الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا لابد أن أرحب بكم إخواننا الصحفيين على موقع صوت العدالة بجامعة حربية لبنان في مدينة بنصر. الإنجازات بالنسبة داخل الجامعة الحربية منذ تولينا المسؤولية بطبيعة الحال ما هي الإخوان أعضاء المجلس اللي كاينين في التسيير. عندنا واحد برنامج عمل وسط اللي وافق عليه مجلس 2016 اللي فيه واحد مجموعة ديال المشاريع اللي كتهم للمدينة ديال طنجرة ولا الدواوير ديال الجامعة الحربية. إلا سمحتي نمشي مع قطاع مثلا في قطاع ديال التعليم. يعني الحمد لله تمكنت الجامعة باش أنها توفر واحد الأسطول ديال النقل المدرسي، وبهذا يعني حاربنا في إشكال ديال الهدر المدرسي بالنسبة للوليدات القاطنين بالدواوير ديال الجامعة ديال الحربية. وكذلك تمكنا باش أننا نشجع الفتاة القروية باش أنها تتابع الدراسة ديالها. كذلك عندنا اتفاقية شراكة كجمعنا مع الأكاديمية ديال التعليم اللي مكنتنا باش أننا نديرو واحد المجموعة ديال الإصلاحات داخل المؤسسات التعليمية فيما يخص يعني دور المياه ولا السباقة ولا يعني الحمد لله الرونق ديال المؤسسه التعليميه اصبح يشرف داخل الجامعه ديال الحربي. الى نتكلموا شويه على القطاع ديال الشباب والرياضه، يعني الجامعه الحمد لله حطت نصب اعينها تشجيع هذا المجال هذا وتشجيع الشباب ديال المنطقه. بهذا يعني عندنا فريق اللي كيمارس كره القدم في عصبة الجنوب، عندنا واحد اتفاقية شراكة اللي يعني كتمكن هاد الجمعية الرياضية باش أنها يعني تدبر الأمور ديالها بشكل عادي جدا، والحمد لله نتائج جد مشرفة. اليوم هاد الفريق كيلعب في القسم الممتاز، وهاد الشراكة اللي كتجمع الجمعية مع الجماعة هي تقريبا مكنت هاد الجمعية باش تحصل على واحد المبلغ مالي جد محترم وفي حدود 700,000 درهم. كذلك عندنا مجموعه ديال الاتفاقيات شراكه مع جمعيات داخل دواوير الجامعه ولا كذلك داخل المجال الحضري ديال طنجرة. هاد الشراكات كتتراوح ما بين 30,000 درهم حتى 50,000 درهم اللي كنمكنوا فيها هاد الجمعيات باش انها تمارس يعني الرياضات المفضله لها، وكذلك تقوم انشطه في مجموعه من المناسبات الوطنيه بطبيعه الحال. كذلك لابد باش نشير باش ان الحمد لله الجماعه ديال حربيل ان واحد يعني اتفاقيه مع وزاره الشباب والرياضه اللي مكنتنا باش ان نحصلوا على مجموعه ديال التجهيزات داخل مدينه طنجرة، ومن بينها يعني بشرى الساكنه المسبح البلدي او المسبح الاولمبي اللي هو يعني غادي تبدا ان شاء الله الاشغال فيها عما قريب. وكذلك قاعة مغطاة. هذه اتفاقية شراكة هي بغلاف مالي ينافس 35 مليون ديال الدرهم. هذا بالنسبة للقطاع ديال الرياضة. هذا بالنسبة للقطاع ديال الشباب والرياضة. كيف قلت لأنه الحمد لله عندنا مجموعة ديال اتفاقية شراكة وكنشجعوا بها الشباب ديال المنطقة لداخل الجماعة ديال لداخل المجال الحضري طبعا، وكذلك في الدواوير ديال الجماعة ديال الحربية. لابد كيف قلت هاد الاتفاقية بشراكة تمكننا من واحد المركب رياضي في تقريبا جميع الرياضات كيف قلت، ولنا الشرف انه غادي يكون في مسبح اولمبي بمعايير دولية. هذا في اطار واحد الاتفاقية اللي كتجمع الجماعة الحربية مع وزارة الشباب والرياضة. كذلك لابد ان نتكلم على قطاع الصحة داخل الجماعة الحربية. يعني الحمد لله في اطار يعني تطوير هذا القطاع ويعني وتمكين الساكنه باش انه تكون عندها المرافق قريبه لها، كاين الحمد لله تتمه ديال المستوصف في الواقع في الشطر الواحد الان وضمنت فيه الاشغال. يعني كينتظر الى التجهيزات باش انه ينطلق ان شاء الله. كذلك لابد نتاكد بانه الحمد لله تمكنا باش ندير المستوصف ما بين دوار القيد ورئيس مسعود. كذلك فيها الاشغال تقريبا عاد فيها 5% تقريبا في النهايه ديال الاشغال ديالو، وغادي يعرف تا هو ان شاء الله الانطلاقه ديالو في هاد الاشهر القليله القادمه. من
بالنسبة لداخل مدينة طنجرة هناك مستشفى ل 45 سرير الآن يعني الرخص كل ممكن بوزارة الصحة من الرخص والوثائق اللازمة يعني اللي كنستناو إن شاء الله هو بداية ديال الإشغال. لابد كذلك ما نتكلم على يعني المرافق الاجتماعية ولا المرافق ديال الشباب من أنظر الشباب إن شاء الله واحد جوج ديال الشباب غادي تشوف النور إن شاء الله قريب كذلك داخل المدينة ديال طنجرة. ويعني كذلك في إطار البرنامج العمل اللي سطرناه ديال الجامعة ديال الحربية هناك مجموعة من الدواوير غادي تعرف فيها ديال الإيكالة وغادي تعرف إن شاء الله توسيع ديال الشبكة الكهربائية وكذلك التزويد بالماء صالح للشرب حيث دار واحد الاتفاقية اللي كتجمعنا مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وغادي تمكن مجموعة من الدواوير باش أنه يتزودوا بهذا المادة الحيوية ولا داخل المدينة ديال طنجرة. كانت مجموعة ديال الشكايات وتبعناها وكان دائما يعني مستمعين يعني للنبض ديال الساكنة. بعض القطاعات ديال الماء هذاك راجع بطبيعة الحال بعض المرات كتكون واحد المجموعة ديال الأشغال في الريزو اللي جاي من مرة طنجرة ولكن عند القريب إن شاء الله غادي يتم الربط بالخزان ديال طنجرة بالماء يعني اللي جاي من على واد أمر به وغادي إن شاء الله يتحل هذا الإشكال بصفة نهائية ديال الماء صالح للشرب داخل مدينة طنجرة ولا يعني الدواوير المحيطة بمدينة طنجرة.